أهلا بكم أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي الفندقي بالمدارس المطبق بها منظومة الجدارات. أهلا بكم حبايبي معانا مرة تانية في برنامجنا في بيتنا مدرسة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض وحدتنا الجديدة اللي اسمها مقدمة عن صناعة السياحة والضيافة. الوحدة بتاعتنا اللي احنا بصددها النهاردة هي عبارة عن وحدة هتتكلم بشكل عام ومختصر عن صناعة السياحة والضيافة وخاصة في مصر. الوحدة بتاعتنا شباب زي ما احنا متعودين بنسأل نفسنا كل مرة في بداية أو أي وحدة جديدة، الوحدة دي ليها متطلبات سابقة ولا لا؟ تعالوا كده نشوف مع بعض، هل وحدتنا اللي احنا هنشتغل فيها النهاردة ليها متطلبات سابقة معانا ولا لا؟ الوحدة بتاعتنا زي ما احنا عارفين واحنا شغالين دلوقتي في العام الدراسي الجديد بتاعنا في المدارس الفندقية في الصف الأول الثانوي الفندقي، اشتغلنا لحد دلوقتي مع بعض كام وحدة يا شباب؟ نفتكر اشتغلنا فعلا وحدتين مع بعض، وحدة الوعي السياحي ووحدة خدمة العملاء، وخلاص بنشطب هذه الوحدات وبنقفلها علشان إن شاء الله نكون فيها جادرين في كل المخرجات اللي اشتغلنا فيه. وزي ما احنا متفقين وقلنا في بداية العام ان احنا الترم الاول من الصف الاول الثانوي الفندقي في المدارس المطبق بها منظومة الجدارات عندنا كم وحدة؟ فعلا عندنا 5 وحدات. قلنا ان احنا في الشهر الاول من الترم الاول بنشتغل فيه وحدتين اتنين اساسيتين وهما خدمة العملاء والوعي السياحي، وخلاص زي ما قلنا قربنا نخلصهم وهنبدأ مع بعض النهاردة الوحدة التالتة اللي هي مقدمة عن صناعة السياحة والضيافة، واللي طبعا بتمشي بالتوازي زي ما قلنا قبل كده مع وحدتين اتنين كمان وهي وحدة الأغذية والمشروبات ونبذة عن أقسام صناعة السياحة والضيافة، وبنقول إن هؤلاء الـ3 وحدات بيمشوا بالتوازي في نهاية ابتداء من الشهر الثاني للترم الأول حتى نهاية الترم. هنبدأ مع بعض وحدة من هذه الوحدات ووحدة مهمة جدا بالنسبة لك، وزي ما قلنا يا شباب في عالم السياحة والضيافة اللي انت داخله جديد ومنتقل من مرحلة الإعدادي لمرحلة الفندقة والثانوي الفندقي، بنقول ان احنا كل يوم مع بعض في منظومة الجدارات بنخطي سلمة علشان نوصل للشهادة بتاعتنا في نهاية الصف الثالث. السلمة اللي احنا هنخطي عليها النهاردة سلمة مهمة جدا جدا، بتأسس معلومات أساسية داخل دماغي عن عالم السياحة وعالم الفندقة اللي لازما على اساسها هبني معلومات كتير جدا وهكتسب جدارات كتير جدا. بس خلي بالك الوحده دي بتشترط شرط مهم زي ما قلنا في بدايه الحلقه، ان انا يكون ليا متطلبات سابقه، وهي ايه يا شباب؟ ان انا اجتاز وحدتي خدمه العملاء والوعي السياحي. وطبعا الحمد لله كلنا دخلنا هذه الوحدات واجتزناها وخلاص وصلنا على باب مقدمه عن صناعه السياحه والضيافه. كل وحدة درسناها في الوحدتين السابقتين كان بنشترط ان هذه الوحدات بتشتمل على ايه؟ ها اسمع، فعلا بتشتمل على مجموعة من المخرجات، تمام؟ تعالوا كده نشوف مخرجات الوحدة بتاعتنا النهاردة بتقول ايه، وتحت كل مخرج مجموعة المعايير بتاعته اللي هنبدأ ندرسها على طول الوحدة بتاعتنا. نشوف مع بعض مخرجات الوحدة. زي ما قلنا المتطلبات السابقة الوحدة هي اجتياز الوعي السياحي وخدمة العملاء، كمان معانا زي ما احنا شايفين مخرجات التعلم اللي موجودة في الوحدة بتاعتنا. عندنا في هذه الوحدة 3 مخرجات تعلم لازم حضرتك تبقى متقنهم تماما ونجتازهم عشان نصبح جديرين في هذه الوحدة. أول مخرج عندي بيقول إيه يا شباب؟ تحدد مكونات صناعة السياحة والضيافة المختلفة، يعني مطلوب من حضرتك بنهاية هذه الوحدة ان انت تحدد مكونات صناعة السياحة والضيافة المختلفة، تمام؟ تعرف ايه هي مكونات صناعة السياحة والضيافة. طيب المخرج الثاني بيقول ايه معايا؟ تحدد الفرص والتحديات التي تواجه صناعة السياحة والضيافة. يعني ايه؟ يعني هنعرف ايه هي الفرص وكمان ايه هي الصعوبات والتحديات اللي بتواجه هذه الصناعة داخل مصر، تمام؟ رقم 3، تستخدم المصطلحات الشائعة في صناعة السياحة والضيافة. خلي بالك معانا في نهاية هذه الوحدة مخرج مهم جدا ولازم تتقنه كويس جدا، عشان كده بقول لك السلمة اللي احنا بنخط عليها دي سلمة مهمة جدا جدا. ليه؟ لأن عالم السياحة والضيافة فيه مصطلحات كتير جدا جدا حضرتك مش متعود تستخدمها في حياتك اليومية العادية.
هنبدأ نتعلمها مع بعض عشان هنبدأ نخطي داخل هذا العالم، وبالتالي لازم أعرف إيه هي المصطلحات اللي بستخدمها جواه، هنطقها إزاي، هتكلمها إزاي، وهستخدمها إمتى. يبقى بنهاية الوحدة دي هنعرف ثلاث مخرجات أساسية. نقولهم تاني كده مع بعض بالراحة شباب. أول حاجة أو أول مخرج معانا، يحدد مكونات صناعة السياحة والضيافة المختلفة، تمام؟ رقم 2، يحدد الفرص والتحديات التي تواجه صناعة السياحة والضيافة، تمام؟ المختلفة برضو. رقم 3، تستخدم المصطلحات الشائعة في صناعة السياحة والضيافة. دول الثلاث مخرجات بتوعي اللي لازم أكتزهم في هذه الوحدة. طيب نبدأ مع بعض كده مخرج مخرج، ونشوف المخرج الأول بتاعنا تحتيه مجموعة معايير إيه، وهنبدأ ندرسها مع بعض. المخرج الأول بتاعنا زي ما قلنا من شوية شباب، اللي هو بيقول يحدد مكونات صناعة السياحة والضيافة. وقلنا إن إحنا متعودين تحت كل مخرج بيبقى فيه مجموعة من المعايير. يعني إيه تاني بنراجع عشان نركز المعلومة دي في دماغنا؟ يعني إيه معيار؟ هو المستوى اللي على أساسه هيتم تقييم حضرتك، هل اكتست الجدارة أم لا؟ تمام؟ يبقى إذن نقول إيه هي المعايير اللي موجودة عندي في المخرج الأول؟ عندي داخل هذا المخرج 6 معايير مهمة جدا ولازم حضرتك تركز فيه، وزي ما احنا متعودين في الوحدات السابقة أفهمهم كويس جدا واحفظهم علشان أبقى عارف أثناء التقييم بتاعي هقيم على أساس إيه. أول معيار، يصنف أنواع الفنادق المختلفة التي تتضمنها صناعة السياحة والضيافة وفقا للتصنيف العالمي للفنادق. يبقى رقم 1، يصنف أنواع الفنادق المختلفة التي تتضمنها، اللي موجودة يعني في صناعة السياحة والضيافة هتصنفها حضرتك وفقا لإيه؟ وفقا للتصنيف العالمي لصناعة السياحة والضيافة، أو وفقا للتصنيف العالمي للفنادق، تمام؟ يبقى رقم 1 مطلوب منك إن أنت تقوم بتصنيف الفنادق المختلف سواء داخل مصر أو خارجها، تمام؟ دي رقم 1. طب رقم 2، حضرتك هتحدد أنواع المطاعم التي تتضمنها صناعة السياحة والضيافة وفقا للمعايير الفندقية. يعني رقم أول 1 قلنا بنحدد الفنادق أو بنصنف الفنادق، رقم 2 حضرتك بتحدد المطاعم المختلفة اللي موجودة داخل صناعة السياحة والضيافة وفقا للمعايير الفندقية، تمام؟ المعيار الثالث بيقول إيه يا شباب؟ يميز وسائل النقل التي تتضمنها صناعة السياحة والضيافة وأنواعها وفقا للمعايير الدولية. يعني إيه؟ حضرتك هتميز لي وتحدد لي أنواع وسائل النقل اللي احنا بنستخدمها في صناعة السياحة والضيافة وفقا للمعايير الدولية. كده 3 معايير أخذناهم في المخرج الأول. طيب معانا معايير إيه كمان في المخرج الأول؟ معانا يحدد وسائل الترفيه التي تتضمنها صناعة السياحة والضيافة وفقا للمعايير الدولية أيضا. يبقى حضرتك هتحدد لي كمان وسائل الترفيه اللي دايما بتوجد داخل عالم السياحة والضيافة دي، إيه هي وسائل الترفيه اللي بيقدموها في هذا العالم؟ حضرتك هتحددها لنا وتعرفها لنا داخل هذا المخرج. رقم 5، يميز بين أنواع شركات السياحة المختلفة وفقا لإيه؟ للتصنيف المصري لشركات السياحة. يبقى حضرتك هتقوم بالتمييز بين أنواع شركات السياحة المختلفة وفقا لإيه يا شباب؟ هميز بينهم وفقا لإيه؟ وفقا للتصنيف المصري لشركات السياحة. رقم 6، حضرتك في المخرج ده ويعتبر المعيار الأخير معانا، اللي هو إيه؟ يصف الإرشاد السياحي كمكون من مكونات السياحة والضيافة وفقا لهذه المكونات. يبقى إذن أصبح عندي داخل هذا المخرج يا شباب 6 معايير أساسية. رقم 1، حضرتك هتصنف لي الفنادق اللي موجودة داخل هذه الصناعة وفقا للتصنيف العالمي للفنادق. رقم 2، حضرتك هتحدد لي أنواع المطاعم اللي موجودة داخل صناعة السياحة والضيافة وفقا لإيه يا شباب؟ وفقا للمعايير الفندقية. رقم 3، حضرتك هتميز لي أنواع وسائل النقل اللي بتستخدم داخل صناعة السياحة والضيافة وفقا لإيه؟ وفقا يا شباب لأنواعها وللمعايير الدولية أيضا، تمام؟ طيب رقم 4، حضرتك هتحدد لي وسائل الترفيه المستخدمة داخل صناعة السياحة والضيافة. رقم 5، هنميز بين أنواع شركات السياحة اللي موجودة داخل مصر وفقا لتصنيف المصري لشركات السياحة. رقم 6 وآخر حاجة، حضرتك هتصنف الإرشاد السياحي كمكون من مكونات صناعة السياحة والضيافة بشكل أساسي.
يبقى كده عرفنا ايه هو المخرج، وكمان عرفنا ايه المعايير اللي موجوده تحت هذا المخرج واللي هندرسها كلها بالتفصيل. تعالوا كده مع بعض نبدا معيار معيار داخل هذا المخرج. المعيار الاول معايا بيقول ايه تاني؟ يصنف انواع الفنادق المختلفه وفق التي تتضمنها صناعة السياحة والضيافة وفقا للتصنيف العالمي للفنادق. تعالوا بقى نشوف الأول كده، حضرتك من بداية الوحدة عمالة تقولي صناعة السياحة والضيافة، صناعة السياحة والضيافة، هي إيه أصلا السياحة؟ تعالوا كده نفتكر مع بعض، أخذنا التعريف بتاعها في وحدة الوعي السياحي اللي احنا اجتزناها واللي هي من متطلبات أساسية لهذه الوحدة، قلنا فيها تعريف السياحة سابقا. تعريف السياحة بيقول إيه يا شباب؟ هي انتقال فرد أو مجموعة أفراد من مكان إقامته تمام إلى مكان آخر في مدة، نقول كده الشرطين بتوعنا اللي احنا قايلينه قبل كده في الوعي السياحي، في مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 12 شهر تمام؟ بس كده؟ لا، قلنا ان ليه شرط كده عشان اقدر اقول ان هذا الشخص بيمارس عملية السياحة اللي هي ايه؟ اولا بغرض غير الاقامة او العمل، وكنا كمان مزودين شرط في الوعي السياحي نفتكره كده عن بعض يا شباب اللي هو ايه؟ بغرض غير الدراسة او العمل او الاقامة تمام؟ يبقى نقول تاني تعريف السياحة عشان اقدر اقول ان هذه الممارسة هي سياحة او عملية سياحة، لازم أن يكون لها تعريف محدد او لازم يقع عليها مجموعة من الشروط. تعالوا كده نشوف الشروط دي من التعريف. اول حاجة التعريف بيقول ايه؟ السياحة هي انتقال فرد او مجموعة افراد من مكان اقامتهم الى مكان اخر، امتى؟ في مدة لا تقل عن 24 ساعة، يعني ما تقلش عن يوم ولا تزيد عن 12 شهر، ما تزيدش عن سنة تمام؟ بس كده؟ لا، قلنا الشرط الأساسي فيها إن يكون هذا الفرد منتقل بغرض غير إيه؟ بغرض غير الإقامة أو العمل أو الدراسة تمام؟ يبقى إذن السياحة علشان أقول على شخص إنه بيمارس عملية السياحة لازم هذا الشخص ينتقل من مكان إقامته من بلده اللي هو قاعد فيه ويروح بلد تانية أو مكان تاني تمام؟ المدة اللي هيقعدها داخل المكان دي ما تقلش عن 24 ساعة، يبقى يقعد في المكان ده مدة لا تقل عن 24 ساعة تمام؟ وما تزيدش عن سنة. طب الشخص ده منتقل لغرض ايه او لهدف ايه، بيعمل ايه في المكان ده؟ لازم ان يكون الغرض اللي هو رايح له يكون غير الإقامة الكاملة او العمل او ان هو يكون ايه يا شباب، او انه يكون بيدرس داخل هذا المكان. يبقى من التعريف بتاعنا عرفنا يعني ايه مفهوم السياحة. طب يعني ايه كلمة ضيافة؟ انت عمالة حضرتك تقولي من بداية الوحدة السياحة والضيافة. تعالوا كده نشوف تعريف الضيافة بتاعنا تمام؟ الضيافة هي ايه يا شباب؟ هي عبارة عن عملية استقبال. استقبال مين؟ احنا قلنا في السياحة فرد او مجموعة افراد، يبقى اذن استقبال السائح او النزيل او الزائر او المسافر تمام؟ في مكان إقامة محدد، يبقى إذن هي عملية استقبال الضيوف أو المسافرين أو النزلاء في مكان للإقامة، يعني بيجوا عندي يقعدوا في مكان للإقامة تمام؟ مع تقديم إيه؟ مع تقديم خدمة الأغذية والمشروبات وكمان خدمات سياحية أخرى بتقدم داخل هذا المكان. هذه الخدمات بتقدم للشخص ده إمتى؟ منذ بداية أو من لحظة وصوله حتى لحظة أو انتهاء الزيارة بتاعته. يبقى إذن تاني الضيافة هي عملية استقبال، أنا بستقبل الزائرين أو المسافرين أو النزلاء في مكان للإقامة، يعني في مكان محدد بيقيموا فيه تمام؟ في هذا المكان بيتم تقديم خدمة الأغذية والمشروبات بالإضافة إلى خدمات سياحية أخرى يتم تقديمها داخل المدة التي يقضيها الفرد داخل هذا المكان منذ لحظة وصوله حتى لحظة المغادرة بتاعته أو حتى وقت المغادرة. يبقى إذن كده عرفنا تعريفين اتنين مهمين في المخرج الأول بتاعنا، وهو يا شباب تعريف السياحة وكمان تعريف الضيافة. نقولهم تاني مرة تانية عشان نأكد عليهم عشان ما ننساهمش. أولا السياحة هي انتقال الفرد من مكان إلى آخر، من مكان إقامته إلى مكان آخر في مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 12 شهر، بغرض إيه؟ بغرض غير ونحط تحت غير دي 100 شرط، غير الإقامة أو العمل أو الدراسة تمام؟ طيب عندنا الضيافة. الضيافة هي إيه؟ يعني أنا بستضيف شخص، بستضيفه يعني إيه ضيافة؟ يعني استقبال، هي عبارة عن عملية استقبال المسافرين أو الزائرين تمام؟ أو النزلاء في مكان للإقامة، في مكان محدد بيقيموا فيه تمام؟ يتم تقديم داخل هذا المكان خدمة الأغذية والمشروبات وكمان خدمات أخرى سياحية بتقدم ليهم.
متى تقدم هذه الخدمات؟ تقدم هذه الخدمات منذ لحظة وصول هذا السائح إلى وقت مغادرته المكان، لحد ما يبدأ يغادر المكان اللي هو فيه أو المقيم فيه، تمام؟ طيب، هؤلاء الأشخاص ممكن يختلط معاهم أشخاص تانية ونغلط ونقول ده سائح، لا ده مش سائح، تعالوا كده نشوف هو في معانا أشخاص آخرين ما يكونش السائح ده لا يعتبر سائح؟ آه. طيب علشان نقول يا شباب، احنا قلنا الضيافة انه بيقيم عندي مدة من الزمن، تمام؟ لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 12 شهر، تمام؟ طيب هذه الإقامة، تمام؟ بتتوقف على ايه؟ يعني شروطها ايه؟ ايه المحددات بتاعتها؟ عندنا مجموعة من الشروط المهمة جدا جدا، يعني الشخص ده هيقعد عندي قد ايه والمدة بتاعته دي هتحدد على اساس ايه؟ رقم واحد يا شباب، على اساس رغبة السائح. السائح اصلا عايز يقعد قد ايه، هو نفسه يقعد قد ايه، دي رغبته، يبقى هو اللي بيحدد لي المده بتاعته وفقا لرغبته، تمام؟ يبقى اذا اول شرط او اول محدد لطول المده اللي بيظل فيها السائح عندي داخل مكان الاقامه بتتوقف على ايه يا شباب؟ على رغبه السائح اللي موجود عندي. يبقى اول حاجه عندي خالص رغبه السائح. طيب رقم اتنين، مقدرة السائح المادية، دي طبعا عامل رئيسي وأساسي، وقدرته على الإنفاق في الخارج مدة طويلة أو قصيرة. يعني مثلا على سبيل المثال، هل من المتوقع أن شخص معاه 2000 جنيه يقعد في فندق زي شخص معاه مثلا 3-4 آلاف جنيه؟ أكيد طبعا لا، ده ممكن يقعد يومين، ده ممكن يقعد عندي 4 أيام. يبقى إذن المقدرة المالية لهذا السائح هي اللي حددت لي طول المدة بتاعته، هو هيقدر يصرف عندي قد إيه وهيقدر يحجز مكان الإقامة ده لمدة قد إيه، فهو مقدرته المالية وقدرته على الإنفاق خارج هذا في الخارج هي اللي بتحدد طول المدة اللي بيقعدها عندي داخل المؤسسة الفندقية بتاعتي أو داخل مكان الإقامة. يبقى قلنا رغبة السائح أول شرط، رقم اتنين المقدرة المالية لدي، تمام؟ رقم ثلاثة، قوانين النقد في البلد التي يخرج منها. قوانين النقد يعني ايه؟ العملات اللي هو بيخرج منها من البلد بتسمح له بخروج قدر قد ايه من هذه العملات؟ يعني يقدر ياخد قد ايه في جيبه وهو خارج من بلده؟ لو يقدر ياخد فلوس كتير خلاص يبقى ممكن يقعد مع عندي مده طويله. طب لو ما يقدرش او لو البلد دي بتحدد له قدر معين من العمله يقدر يغادر بيه، يبقى اذا في هذه الحاله هتتوقف مده اقامته عندي داخل المؤسسه الفندقيه وفقا لهذه القوانين. يبقى قلنا رقم واحد رغبه السائح، رقم اتنين مقدرته المالية على الانفاق، رقم تلاتة ايه يا شباب؟ رقم تلاتة قوانين النقد في البلد اللي هو جاي منها او مسافر منها، تمام؟ طيب رقم اربعة، مدى تأثير المحفزات السياحية في البلد الذي يزوره. يعني الراجل ده هيقعد عندي قد ايه؟ هيقعد عندي على حسب حضرتك بتقدم له ايه؟ يعني مثلا حضرتك بتقدم له خدمة جيدة وممتازة، فبدل ما يقعد يومين يقول لك لا ده انا مبسوط قوي في المكان ده، انا ممكن امد الزيارة بتاعتي كمان يومين، تمام؟ طب لو بتقدم له خدمة سيئة هو يوم وهيقول لك لا انا ايه اللي قعدني في المكان ده، ايه الخدمة سيئة للغاية، لا انا مش مكمل وممكن كمان يبقى حاجز عندك مدة اطول من كده ويقطع الزيارة ويمشي، تمام؟ يبقى اذا خلي بال حضرتك وانت معانا مدة إقامة هذا السائح بتتحدد على حسب مجموعة من النقاط، نقولهم تاني مع بعض ونفتكرهم. أول حاجة رغبة السائح، السائح ده عايز يقعد عندي قد إيه؟ هو نفسه يقعد عندي قد إيه؟ يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين المقدرة المالية على الإنفاق، مقدرة السائح ده المالية على الإنفاق، هو يقدر يصرف قد إيه؟ رقم ثلاثة قوانين النقد من البلد المسافر منه، يعني البلد اللي هو جاي لي منه قوانين النقد بتاعته بتسمح له بان هو ياخد معاه فلوس قد ايه او ياخد معاه يغادر بعمله قد ايه من جوه البلد. رقم ثلاثه، رقم اربعه، تمام؟ اخر نقطه عندي اللي هي مدى تاثير المحفزات السياحيه التي تقدمها البلد التي يزورها. يعني انت بتقدم له محفزات سياحيه قد ايه؟ خدمات سياحيه شكلها ايه؟ الخدمات دي هل هتجذبه بشكل اكتر ويستمر ويطول مده الاقامه ولا هتنفره ويبدا يزهق ويمشي ويسيب وياثر مده الاقامه بتاعته عندي داخل الدوله؟ يبقى زي ما قلنا عرفنا ثلاث نقاط اساسيه لحد دلوقتي في المخرج بتاعي، تعريف السياحه، تعريف الضيافه، وكمان تعريف ايه يا شباب؟ كمان العوامل اللي بتحدد طول مده اقامه السائح داخل البلد اللي هو بيزورها، تمام؟ طيب نشوف النقطة اللي معانا بعد كده، السائح.
حضرتك عمالة تقولي لي السياحة، الضيافة، الزائرين، المسافرين، طب مين هو السائح؟ لو جينا كده من تعريف السياح هنقول ايه؟ السائح هو ايه؟ هو كل شخص يزور بلد غير البلد التي اعتاد الإقامة فيه، يبقى شخص بيزور بلد تانية غير بلده، غير البلد اللي هو معتاد انه يقيم فيه، تمام؟ لمدة ايه يا شباب؟ لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 12 شهر. يبقى تاني بنجيب تعريف السائح من مفهوم السياحة اللي قلناه الأول. السائح هو إيه؟ هو ذلك الشخص الذي ينتقل من مكان، من بلده التي اعتاد الإقامة فيها إلى بلد آخر، يعني هو بيسيب بلده وبيروح بلد آخر، تمام؟ هذه البلد لابد أن يستقر فيها مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 12 شهر. يبقى إذا عرفنا ثلاث تعريف أساسية أحطهم جوه دماغي كده عشان لما نكمل الوحدة نقدر نبني عليهم الجدارات والمعايير بتاعتنا. بنقول يا شباب عرفنا أول حاجة تعريف السياح، وهو انتقال الشخص من مكان إلى آخر في مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 12 شهر بغرض غير العمل أو الإقامة أو الدراسة. طيب الضيافة هي مجموعة الأنشطة أو هي عملية استقبال الضيوف والزائرين والمسافرين والنزلاء في مدة الزائرين والنزلاء، هذه المدة يا شباب بتكون إيه؟ بيقدم فيها مجموعة من الأغذية وخدمة الأغذية والمشروبات ومجموعة من الخدمات السياحية الأخرى، هذه الخدمات اللي احنا بنقدمها تمام بتجذب السائح وبتخليه يظل عندي مدة من الزمن أو مدة من الوقت. المدة دي بتطول وتقصر على حسب ايه؟ أول حاجة على حسب رغبة السائح، رقم 2 مقدرة السائح المالية على الإنفاق، رقم 3 قوانين عندي، قوانين العمل أو قوانين النقد في الدولة اللي هو خارج منها أو جاي لي منها، رقم 4 عندي كمان مدى اكتساب الخدمات السياحية اللي حضرتك بتقدمها له داخل الدولة بتاعتك أو الدولة اللي هو بيزورها، تمام؟ وفهمنا كمان بعد كده ايه هو السائح، ومن تعريف السياحة بنقول هو ذلك الشخص الذي ينتقل من البلد التي اعتاد الإقامة فيها إلى بلد آخر في مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 12 شهر. تعالوا كده نعرف مع بعض بعد كده النقط اللي بعد كده اللي هي ايه؟ مين الأشخاص اللي بينتقلوا من بلد لآخر وما أقدرش أطلق عليهم لفظ سائح؟ أو إن هم بيمارسوا عملية السياحة. يبقى بنقول عندي مجموعة من الأشخاص اللي بينتقلوا من مكان إلى آخر ولكن مش ممكن أطلق عليهم لفظ سائح. مين هم الأشخاص دول؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. عندي مجموعة كبيرة جدا من الأشخاص. أول حاجة الأشخاص الذين يسافرون من بلد إلى آخر بغرض الحصول على وظيفة. إحنا قلنا في شرط السياحة يا شباب بغرض غير العمل، إنه بيسافر للمكان ده بغير العمل. يبقى إذا لو شخص مثلا سافر للخارج عشان يعمل، في هذه الحالة بعتبر الشخص ده يمارس عملية السياحة ولا لأ؟ لا يمارس عملية السياحة. يبقى هذا الانتقال لا أطلق عليه لفظ كلمة سياحة، لأن يبقى هذا الشخص رايح عشان يشتغل وبالتالي هو مش رايح يقضي سياحة أو إن هو يمارس عملية السياحة. يبقى إذن تاني أول شخص عندي لا أعتبره من أنواع السياح أو إن هو لا يندرج تحت نطاق السياحة هو ذلك الشخص الذي ينتقل من بلده إلى بلد آخر بغرض الحصول على وظيفة. أنت رايح المكان ده عشان تحصل على وظيفة يبقى أنت عندي هنا لست سائح، تمام؟ طيب رقم 2 الدارسون بمختلف السنوات أو المراحل التعليمية، الأشخاص اللي بيجوا من بلد لبلد آخر عشان يدرسوا، تمام؟ ما بعتبرهمش سياح. ليه؟ لأن احنا قلنا في مفهوم السياحة بغرض غير إيه يا شباب؟ غير الإقامة أو العمل أو الدراسة. يبقى إذن الأشخاص اللي بينتقلوا من مكان إلى آخر عشان يدرسوا في أي مرحلة تعليمية أيا كانت هذه المرحلة لا يعتبر عندي إيه؟ سائح، لا يعتبر عندي شخص بيمارس عملية السياحة. يبقى كده قلنا أول حاجة الشخص الذي ينتقل للحصول على وظيفة، رقم 2 الشخص الذي ينتقل للدراسة أو إن هو بيدرس في أي مرحلة تعليمية أيا كانت هذه المرحلة، تمام؟ طيب رقم 3 الأشخاص الذين يأتون للإقامة الدائمة. يعني إيه؟ يعني حضرتك مثلا في القاهرة، تمام؟ وقررت إن أنت تروح أسوان تعيش هناك، حابب المكان هناك وليك وظيفة هناك وليك شغل وقلت أنا خلاص هعيش داخل أسوان أو العكس، تمام؟ يبقى في هذه الحالة انتقال حضرتك من القاهرة اللي أنت كنت معتاد الإقامة فيه إلى أسوان، تمام؟
في هذه الحالة حضرتك رايح تعمل ايه؟ رايح اعيش هناك. يبقى اذا في هذه الحالة لا نطلق على حضرتك لفظ سائح. يبقى اذا ثالث شخص معانا هو الشخص الذي ينتقل للإقامة الدائم، وهو برضو من تعريف السياحة. قلنا بغرض غير ايه يا شباب؟ غير الإقامة الدائمة اللي احنا بنقول عليها، وغير العمل، وغير الدراسة. طيب دول الثلاث شروط اللي مذكورين عندي في تعريف السياحة. طيب في ناس تانية لا أطلق عليهم لفظ سائح، مش موجودين عندي داخل التعريف. أيوة معي، تعالوا كده نشوف كمان مين. المسافرون الذين يعبرون إلى بلد آخر. يعني إيه؟ يعني مثلا شخص رايح بلد تانية ونزل مثلا عندي في مصر عمل ترانزيت، تمام؟ الشخص دوت الرحلة بتاعته للأسف اتأخرت فقعد عندي يوم ونص. طب هو ايه ده؟ ده ساب بلده وجي عندك القاهرة وقعد فيها لمدة يومين او يوم ونص. يعني ايه يا شباب؟ يعني الشخص دوت سائح. مش انت حضرتك بتقولي يا مس لا يقل عن 24 ساعة ولا يزيد عن 12 شهر؟ ايوه. طيب ما هو قاعد عندي يوم ونص اهو، يعني الشخص دوت المفروض اعتبره سائح؟ لا، الشخص ده شباب بيعبر بلدي، بيعبر بلدي وقعد فيها هذه المدة ولكنه لم يمارس فيها أي نشاط ولم يقيم في أي مكان، تمام؟ يبقى بالتالي الشخص ده أعتبره سائح ولا غير سائح؟ لا، لا يعتبر سائح عندي أو لا يمارس عملية السياحة. يبقى رقم 4 عندي في الأشخاص اللي أنا لا أعتبرهم تحت نطاق عملية السياحة، اللي هو الأشخاص المسافرون الذين يعبرون إلى بلد آخر، تمام؟ طيب إيه كمان؟ المقيمون في مناطق الحدود، تمام؟ بنقول ان الاشخاص اللي عايشين على مناطق الحدود لا اعتبرهم سياح. يعني ايه؟ شخص جه وقعد عندي جوه البلد بتاعتي اكتر من 24 ساعه واقل من 12 شهر، تمام؟ بس عاش فين؟ عاش على منطقه الحدود. في الحاله دي هو دخل عاش عندي في المنشات الفندقيه اللي موجوده داخل الدوله؟ لا طبعا، تمام؟ الشخص ده يا شباب هل هو استفاد من الخدمات السياحيه اللي موجوده عندي؟ لا ما استفادش. هل هو دخل البلد عندي وعمل انشطه تجاريه تمشي عندي منظومه السياحه والضيافه؟ لا طبعا. يبقى اذا في هذه الحاله بعتبر الاشخاص المقيمين على حدود الدوله هم اشخاص ايه؟ هم اشخاص غير سائحين. يعني ايه؟ لو انا عندي لاجئ وموجود على الحدود، تمام؟ هذا الشخص هل اعتبره سائح؟ لا يعتبر سائح. هو مقيم عندي على حدود الدولة لحين حصوله على الأوراق الرسمية لدخول البلد، تمام؟ فبالتالي هذا الشخص لا أعتبره من السياح، تمام؟ طيب إيه كمان؟ الأشخاص الذين يقيمون في بلد ويعملون في بلد مجاور، تمام؟ يعني إيه؟ أنا مثلا عايش في المنوفية ورحت اشتغلت في القاهرة، تمام؟ هل في هذه الحالة أعتبر نفسي سائح كل يوم طالما بسافر من المنوفية للقاهرة يبقى أنا رايح أعمل سياحة في القاهرة؟ اطلاقا لا. حضرتك عايش في المنوفية وجنبها القاهرة وبتسافر من هنا لهنا كل يوم عشان شغلك، يبقى في هذه الحالة لا أطلق عليه لفظ سائح، تمام؟ عرفنا كده تقريبا 6 حالات للأشخاص الذين لا يندرجوا تحت نطاق السياحة والضيافة أو الذين لا أطلق عليهم لفظ سائح. إيه هم الأشخاص دول يا شباب؟ نقولهم تاني. رقم 1 الأشخاص الذين يسافرون من بلد إلى بلد آخر بغرض الإقامة الدائمة، دي رقم 1. رقم 2 الأشخاص اللي يسافرون من بلد إلى بلد آخر بغرض الإقامة الدائمة. رقم 3 الأشخاص الذين يسافرون من بلد إلى بلد آخر بغرض الدراسة، سواء كانت هذه الدراسة دي بعد انتهاء في الجامعة أو في أي مرحلة تعليمية أيا كان، تمام؟ رقم 4 الأشخاص الذين يأتون للبلد أو يعبروها، زي إيه؟ الأشخاص اللي هم نازلين عندي ترانزيت جوه البلد، بيعبروا البلد، بيعبروها يعني إيه؟ بيقعد عندي يوم أو اتنين وبعد كده يسافر يروح البلد بتاعته، بينزل عندي ترانزيت، دي رقم 4. رقم 5 المقيمين على مناطق الحدود، اللي هم اللاجئين اللي بيقيموا على مناطق الحدود، هذه الأشخاص لا أعتبرهم من السياح. رقم 6 الأشخاص الذين يقيمون في بلد ويعملون في بلد مجاور، لا أعتبرهم من السياح. يبقى إذن كده عرفنا يعني إيه سياحة، يعني إيه ضيافة، إيه شروط المدة بتاع السائح عندي داخل الدولة، تمام؟ عرفنا مفهوم السائح وعرفنا مين الأشخاص الذين لا أطلق عليهم لفظ سائح، تمام؟ طيب هنعرف إيه كمان بعد كده؟ إيه هي العلاقة بين صناعة السياحة وصناعة الضيافة؟ تمام؟ سؤال مهم جدا. بنقول يا مس حضرتك بتقولي صناعة السياحة والضيافة، صناعة السياحة والضيافة، ومن تعريفهم حسينا ان دي شيء مختلف شوية عندي. ايه العلاقة ما بين الاتنين؟
بنقول يا شباب ان صناعه الضيافه جزء لا يتجزأ من صناعه السياحه. يعني ايه؟ يعني هي عباره عن منظومه او صناعه داخل صناعه، الاثنين بيقوموا على بعض والاثنين بيكملوا بعض، تمام؟ يبقى اذا تاني بنقول ان صناعه السياحه هي اشمل واعم من الضيافه، والضيافه هي جزء لا يتجزأ من هذه الصناعه اللي هي صناعه السياحه. طب ليه؟ تعالوا كده من التعريف. اولا انا عندي صناعه السياحه او السياحه بشكل عام هي انتقال الشخص زي ما قلنا من شويه من مكان الى اخر في مده لا تقل عن 24 ساعه ولا تزيد عن 12 شهر. طيب الضيافه هي استقبال الزائر ده، يبقى اذا عشان اعمل ضيافه لازم يبقى في سياحه، لازم شخص ينتقل من مكان الى اخر، تمام؟ طب لما ينتقل هعمل ايه؟ هبدا استقبله في الضيافه، تمام؟ واقدم له بقى مجموعه الخدمات اللي قلنا عليه اللي هي خدمات الاغذيه والمشروبات والخدمات السياحيه والترفيهيه الاخرى اللي بقدمها داخل المنشاه الفندقيه وفقا لامكانيات المنشاه اللي هو حاجزها، تمام؟ طيب يبقى اذا الضيافه هي صناعه مغلفه بالسياحه، هي صناعه تحت نطاق السياحه، الاثنين بيكملوا بعض. لو انا عملت انتقل الشخص عندي من مكان الى اخر، تمام؟ وما لقاش حد يستقبله وما لقاش حد يقدم له خدمات وما انبسطش في المكان بوسائل ترفيه وخدمات سياحيه، في الحاله دي هل الشخص ده هينتقل مره ثانيه؟ لا مش هينتقل، يبقى اذا هيحصل ايه؟ توقف لايه؟ للسياحه. يبقى اذا لازم اهتم اهتمام كبير جدا بالضيافه علشان هي جزء لا يتجزا من ايه؟ من عمليه السياحه الا وصناعه السياحه. تعالوا بقى كده ننتقل لتفاصيل المعيار. احنا كده عرفنا تعريفات عامة او تمهيدية للمعيار الاول، تمام؟ اللي هي ايه يا شباب؟ يصنف انواع الفنادق. طيب ثانية واحدة، حضرتك بتقولي لي صناعة السياحة والضيافة، هي صناعة السياحة والضيافة ليها مكونات؟ ايوة ليها مجموعة من المكونات، ليها عندي يا شباب ست مكونات اساسية لهؤلاء النوعين من الصناعة، صناعة السياحة والضيافة لها مجموعة من المكونات. أول حاجة الإقامة، رقم واحد الإقامة، وإحنا قلنا إن في السياحة بينتقل وفي الضيافة بإيه؟ بيقيم داخل مكان الإقامة، يبقى رقم واحد من مكونات الصناعة بتاع السياحة والضيافة هي الإقامة، يبقى رقم واحد معايا إيه يا شباب؟ الإقامة، دي رقم واحد. طب رقم اتنين المطاعم، تمام؟ الراجل ده هيجي ويقيم عندي، بعد ما ده دور على مكان كويس واقام فيه او فندق كويس قعد فيه، هيبدا ايه؟ هيبدا بقى يطلب الخدمات بتاعته، اللي هي اول خدمه هي ايه؟ الحصول على الطعام، الراجل ده جاي مسافر وهيبدا يجوع، فبالتالي تاني حاجه لازم اعرفها في صناعه السياحه والضيافه او تاني مكون عندي هي المطاعم، تمام؟ طيب رقم ثلاثه، عشان الراجل ده يجي لي اصلا، عشان الراجل ده يجي لي ويوصل لي لمكان الاقامه عشان اعمل له عمليه الضيافه، لازم هيجي لي في ايه؟ بوسيله نقل، سواء طيران، سواء اتوبيس، سواء قطر، او عربيته الملاكي، او اي وسيله نقل هو جاي لي بيها، تمام؟ هذه الوسيله لازم نكون اعرفها، وبنقول ان هي المكون الثالث لصناعه السياحه والضيافه. يبقى عندي كده ثلاث مكونات، ايه هما؟ اول حاجه الاقامه، رقم اثنين المطاعم، رقم ثلاثه وسائل النقل. طيب ايه كمان؟ رقم أربعة برامج الترفيه. استنى بقى، ده الراجل ده جه عمل ايه؟ عمل إقامة وبعدين دور على الأكل فكل، وبعدين هو أصلا جالي بوسائل نقل، كمان حس بإيه؟ لا الراجل ده بقى أكل وشرب، وبعدين هيبدأ يحصل إيه؟ لا هيبدأ يحس إن عايز حاجة تسليه، فابدأ أقدم له إيه يا شباب؟ رقم أربعة وسائل الترفيه. يبقى إذا رابع مكون عندي من هذه الصناعة اللي هي صناعة السياحة والضيافة اللي هو إيه؟ وسائل الترفيه. لحد دلوقتي قلنا أربع مكونات، أول حاجة الإقامة، رقم اتنين إيه نقول مع بعض؟ رقم اتنين المطاعم، رقم تلاتة وسائل النقل، رقم أربعة إيه يا شباب؟ رقم أربعة عندي وسائل الترفيه، تمام؟ طيب رقم خمسة شركات السياحة، العامل الرئيسي والأساسي والمهم للسائح، لأن اللي من خلالها بيقدر يتكلم ويتعامل ويحجز مكان الإقامة ويحدد الدولة ويحدد كل الحاجات اللي هو عايزها في عملية السياحة. يبقى إذا خامس مكون عندي أو خامس عنصر عندي من عناصر صناعة السياحة والضيافة هو شركات السياحة. طيب آخر حاجة بقى الإرشاد السياحي، الراجل دوت هيخرج ويجي يقعد عندي في الفندق، وبعد كده هبدأ كشركة سياحة أعمل له زيارات سياحية أو رحلات سياحية داخل الدولة.
الراجل ده هاخده واقوم وديه المكان السياحي او اعمل له رحله سياحيه واقول له انزل بقى شوف انت دور شوف اتفرج واعرف انت؟ لا بالعكس، لازم هيكون معاه مرشد سياحي عشان يعرفه على تاريخ المكان اللي بيزوره وعلى اهميه الاثر اللي بيزوره وعلى مين اللي انشا الاثر ده ومين اللي عمله واتنشا امتى وفي سنه كام. تمام، يبقى اذا لازم يكون مع هذه الصناعه عنصر رئيسي ومهم جدا اللي هو الارشاد السياحي. نقول تاني، عندنا صناعه السياحه والضيافه. عرفنا يعني ايه سياحه، يعني ايه ضيافه، مده السائح اللي بيقضيها عندي بتتوقف على ايه، وقلنا ليها خمس حاجات. عرفنا ايه هو السائح، عرفنا مين هم اللي مش سياح او ما نطلقش عليهم لفظ سائح، كمان عرفنا بعد كده ايه العلاقه بين صناعه السياحه والضيافه، تمام، وكمان عرفنا ايه هي مكونات هذه الصناعه. مكونات صناعه السياحه والضيافه بنقولهم تاني، اول حاجه الاقامه، رقم اتنين المطاعم، رقم تلاته وسائل النقل، رقم اربعه وسائل الترفيه، رقم خمسه شركات السياحه، ورقم سته الارشاد السياحي. عندنا ست وسائل او ست مكونات لهذه الصناعه. تعالوا كده بقى نعرفها مع بعض. اول حاجة او اول مكون عندي الاقامة، مكون اساسي ورئيسي ومهم جدا داخل صناعة السياحة والضيوف. ليه؟ لان الشخص اللي بينتقل من مكان الى اخر اول حاجة بيدور عليها مكان يسكن فيه او مكان يقعد فيه. وبنقول ايه؟ لا توجد سياحة بالمعنى الصحيح او الحقيقي بعدم في حالة عدم وجود اقامة. تمام؟ يبقى اذا لو ما عنديش اماكن لاقامه السياح انا مش هقول ان انا عندي سياحه بالمعنى الحقيقي. الراجل هيجي يقعد عندي زياره او رحله ويمشي، مش هعتبرها سياحه بالشكل الصحيح، ولكن لازم يتوفر عندي اماكن للاقامه. دي رقم واحد. لان بنقول يا شباب ان انا عندي اول شيء بيبحث عنه السائح داخل الدوله التي ينتقل اليها هي ايه؟ هي حصول السائح ده على مكان مريح للاقامه. تمام؟ قبل البحث على المطاعم عشان ياكل او البحث على وسائل الترفيه اللي هيستمتع بيها. يبقى اذا بنقول ان اولى واهم مكونات صناعه السياحه والضيافه هي الاقامه. في هذه الحاله الشخص بيعمل ايه؟ بيدور على مكان يسكن فيه، وبالتالي لا اعتبر ان هناك سياحه حقيقيه بدون وجود اماكن للاقامه، لان اولى اولويات السائح هي البحث عن مكان للاقامه يقعد فيه. تمام؟ او قبل ما يدور بقى على المطاعم اللي هياكل فيها، او قبل ما يدور كمان على وسائل الترفيه اللي هيستمتع بيها داخل هذه الدوله. تمام؟ طيب ايه الاماكن بقى اللي الشخص ده بيقيم فيها في اي دوله كانت؟ تمام؟ عندي مجموعه من الاماكن اللي بيعتاد السائحين النزول فيها او الاقامه فيها في اثناء ممارسه عمليه السياحه. تمام؟ اول حاجه عندي ايه؟ الفنادق، رقم اتنين الموتيلات، رقم ثلاثة الشقق السياحية، رقم أربعة البنسيون، رقم خمسة المخيمات. يبقى إذن عندي خمس أماكن للإقامة بيقيم فيها السائح داخل أي دولة. أول حاجة يا شباب الفنادق، رقم اتنين الموتيلات، رقم ثلاثة عندي الشقق السياحية، رقم أربعة البنسيون، رقم خمسة عندي المخيمات. يبقى عشان السائح ده يمارس الإقامة أو ينفذ أو يحقق أول مكون من مكونات صناعة الضيافة بيختار أماكن يقيم فيها. عادة بتكون هذه الأماكن زي ما قلنا خمس أماكن، أول حاجة الفنادق، رقم اتنين الموتيلات، رقم تلاتة عندي الشقق السياحية، رقم أربعة عندي البنسيون، رقم خمسة عندي المخيمات. تمام؟ طيب الفنادق اهم مكان واهم يعني جزء من عمليه صناعه السياحه والضيوف، هو مكان مهم جدا جدا للاقامه. فلازم الاول عشان اكلم عن الفنادق واصنف الفنادق واحدد انواع الفنادق لازم اعرف يعني ايه تعريف الفندق. تعالوا كده نشوف مع بعض يعني ايه فندق. بنقول يا شباب الفندق يعرف الفندق بانه مبنى عام. تمام؟ ينشأ ليه؟ ينشأ بغرض توفير الإقامة بالدرجة الأولى للنزلاء. يبقى إذن الفندق هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مبنى عام
ينشأ بالدرجة الأولى بغرض توفير الإقامة للنزلاء، تمام؟ وبعدين هو أول حاجة بينشأ ليه عشان يوفر الإقامة. رقم اتنين، توفير أو تقديم الأطعمة والمشروبات اللي هي خدمة الأطعمة والمشروبات اللي قلناها في الضيافة، تمام؟ رقم ثلاثة، خدمات أخرى للقاء أجر معين، تمام؟ يبقى بنقول إيه هو الفندق؟ الفندق هو عبارة عن مكان عام ينشأ ليه أو بينعمل ليه؟ ينشأ بغرض تقديم خدمة الإقامة بشكل أساسي للنزلاء، تمام؟ يبقى أهم أهدافه أو أهم الأغراض اللي أنشأ من أجلها هو توفير الإقامة للنزلاء. طب بس كده الفندق ما بيقدمش إلا الإقامة؟ لا، كمان بيقدم خدمات أخرى بالإضافة إلى الإقامة. زي إيه؟ زي خدمة الأغذية والمشروبات، تمام؟ وكمان الخدمات الترفيهية أو الخدمات الأخرى غير الترفيهية اللي هي الخدمات السياحية الأخرى اللي بيقدمها الفندق، تمام؟ نظير أجر معين. يبقى إذن الفندق هو مكان عام ينشأ بغرض توفير الإقامة بشكل أساسي للنزلاء مع إضافة خدمات أخرى مثل خدمة الأغذية والمشروبات وخدمات أخرى ترفيهية وسياحية تقدم نظير أجر معين، تمام؟ يبقى إذن تاني، عشان نصنف الفنادق لازم الأول أفهم يعني إيه فندق. الفندق هو عبارة عن مكان عام ينشأ أساسا بغرض الحصول على الإقامة للنزيل، تمام؟ وكمان علشان توفير خدمة الأطعمة والمشروبات وخدمات أخرى لقاء أجر معين، تمام؟ طيب علشان نصنف الفنادق، هو الفنادق مختلفة ولا جميع الفنادق اللي موجودة في مصر وفي العالم متشابهة؟ قالك لا، الفنادق بيتم تصنيفها يا شباب وفقا للتصنيف العالمي لصناعة السياحة والضيافة. طب بتصنفها الدول على أساس إيه؟ بنقول إن الدول تعتمد في تصنيف الفنادق على أول حاجة موقع الفندق، الغرض الذي أنشئ من أجله، والخدمات والأنشطة المتوفرة به. يبقى تاني، بيصنف الفندق على حسب الموقع الفندق، يبقى أول حاجة الموقع، رقم اتنين الغرض الذي أنشئ من أجله، رقم تلاتة الخدمات والأنشطة المتوفرة بهذا الفندق. بكده يا شباب بنكون عرفنا إن إحنا عندنا داخل وحدة صناعة السياحة والضيافة المخرج الأول، المعيار الأول اللي فيه اللي هو يحدد مكونات صناعة السياحة والضيافة، واتكلمنا على أول مكون منها اللي هو مكون الإقامة، وقلنا إن النزيل بيقيم عندي في خمس أنواع من أماكن الإقامة اللي هي الفنادق، الموتيلات، الشقق السياحية، والبنسيون، وكمان المخيمات. وقلنا يا شباب إن الفنادق هو هذا المكان العام الذي ينشأ من غرض توفير الإقامة بشكل أساسي للنزيل وكمان تقديم خدمات أخرى بأجر معين. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ولكن لسه ما خلصناش الوحدة بتاعتنا الشيقة اللي احنا بنشتغلها. هستناكم في حلقات تانية، وهستنى أسئلكم واستفساراتكم على موقع برنامجنا، وإلى اللقاء. أسيبكم في أمان الله، مع السلامة.